بالنسبة للسؤال التاني في شيت السوتوس، طيب هو جاب لي حتة أرض بالمنظر ده كده 16 في 35 بس، وطلب مني إن أنا عايز بلان وعايز سيكشنال إليفيجن، يعني عايز رسمة الإليفيجن، وعايز كمان السايد فيو، يعني رسمة باين له فيها السنان ورسمة باين له فيها الشبابيك. طيب وعايز أصمم السلابس والسبورتنج إيليمنتس، بين سبورتنج إيليمنتس اللي هي البيمز وكده يعني، وعايز الرسم والديزاين وكل الكلام ده. طيب واداني برضو كالعادة هنا للسكاشن للبنش نمبر الفردية N1 اشتغل على N1، والبنش نمبر الفردية الزوجية اشتغلوا على N2، والفرق بينهم مش كبير هنقوله في الآخر، بس أنا هشتغل على إيه، على ال N1 اللي هي البنش نمبر اللي هي الأود اللي هي الفردية. طيب في اللي هي هتبقى بالمنظر ده كده، ده شكل البلاطة اللي هو عايزه. مبدئيا كده هو اداني حتة بلاطة 35، حتة أرض 35 في 16. طيب واداني سهم النورس خارج من الاتجاه ده، معنى كده ان الشبابيك بتاعتي فين؟ الشبابيك بتاعتي هنا. طيب احنا قلنا مبدئيا ان انا هنا 16 متر، يعني انا محتاج اختار سيستم يشيل لي ايه، يعني اكيد مش هحط هنا عمدان وهنا عمدان، لازم سيستم هو اللي يشيل ما بينه ايه، يشيل ما بينه السوتوس. طيب السيستم هيكون عبارة عن ايه؟ هيكون عبارة عن 16 متر، فانا هاخده، ممكن اخده 2 hinged frame. فلو خدت فريمات في الاتجاه ده كده، فانا معنى كده لو جيت بصيت على الالفيجن بتاعها هشوف ايه، هشوف السنان، يعني الالفيجن هيبان لي السنان بالمنظر ده كده. طب وفي السايد فيو لو انا قطعته وبصيت كده في السايد فيو هيبان لي الشبابيك بالمنظر ده. طيب يبقى اول حاجة هقول بس الفريم اللي انا هختاره، هقول ال على من 12 ل 14، بختار بس التخانة بتاعته، ال على من 12 ل 14، ال 16 يعني 1000، يعني 16000 على 12 ل 14، فهتطلع في حدود 1200 مليمتر، والبي ممكن اخدها ب 350. بس بعد كده ابدا في الرسم بتاع الاليفيجن، هرسم 2 هنجد فريم عادي خالص، وبما انه هيبقى سيمتريك فممكن ارسم نص تسليح ونص كونكريت دايمنشن. طيب بالنسبه للبلاطات ممكن اختار ايه، ان انا اختار المسافات، بس هقسم الفريم ده بما انه 16 متر ممكن اقسمه اربعات، يعني اربعة واربعة واربعة واربعة، يعني السبيسنج دي هتبقى اربعة تمام، والارتفاع ده انا ارتفاع البوست ده اللي هو الارتفاع بتاع السنة ممكن اخده، هو مداليش اي معلومات عنه، فانا ممكن اخده ب2 متر. طيب يعني في الحالة دي كده هيكون عندي الطول ده اربعة، اللي هو السبيسنج 4 والارتفاع 2، فانا هحسب بس السيتا، هحسب السيتا واحسب برضو ايه المسافة بتاعة البلاطة عشان اشوف اختارها سوليد سلاب ولا هولو بلوكس. طيب هنا طلع المسافة 4.47، يعني ما بين الاربعة والستة اذا ممكن اخدها سوليد سلاب، والسيتا لما حسبتها طلعت 26 وشوية، يعني ما بين ال20 و30 اذا سيف. طيب انا كده ال2 متر كويسة. طيب بعد كده ارجع بقى ارسم الفريم بالمنظر ده كده، وطبعا نص التسليح هسيبه لحد بس ما اخلص الديزاين واطلع التسليح، او ممكن ان انا بما ان انا عارف التسليح شكل ال 2 هنجد فريم المومنت عليه معروف، فانا ممكن ارسم التسليح وبعد كده ارجع احط القيم عليه في الاخر. طيب وده بالنسبه للبلان هيكون بالمنظر ده كده، ده الفريم، وده فريم تاني، ودي هتبقى الواي بيم عامله كده بالظبط، اللي هي هتبقى اهي بالمنظر ده، دي الواي بيم ودي الاند بيم بس، والتسليح طبعا هيبقى مايل لان البلاطه مايله، خلي بالنا بس. طيب وده السايد فيو، السايد فيو قلنا ان هيبان عن ايه، عباره عن شبابيك. طب والسبيسنج كانت كام؟ السبيسنج في السايد فيو كانت 5 متر، اللي هي كانت 35، فممكن اخدها ايه، يعني 35 ممكن اخدهم 7 سيستمز، المسافه بينهم 5 متر. طيب يعني ال5 متر دي ممكن بقى اقسمها في النص، اللي هي المسافات دي ممكن اقسمها من 2 ل3 متر، فانا هقسمها 2.5 و2.5 عشان يكون عندي شباكين وفي بوست واحد في النص كده. طيب دي، وطبعا هنا في عشان بس لازم اعمل تشيك على الارتفاع، على المساحة بتاعة الحيطة، فطلعت اكتر من 30 فبحط كاميرا في النص، فطبعا لازم ابينها في السايد فيو. طيب بعد كده نروح بقى نصمم بقى كالعادة، عندي نصمم السلاب، بعدين الريدج بيم، بعدين البوست، بعدين الواي بيم، بعدين الاند بيم. بعد الاند بيم اروح بقى ايه، نصمم، نشوف اللودز اللي عندي ونروح نحطها نقلبها على الفريم، الفريم اللي انا هصممه. طيب يبقى اول حاجة السلاب، السلاب هنبقى وان واي سوليد سلاب، اخد التي اس ال شورت على 30 150 مللي،
بحسب بقى ال دبليو اس ما انساش اضرب في كوساين ثيتا في اللايف لود في كوساين ثيتا بس، واحسب بقى ايه السي 1 والجي، ويطلع التسليح 6 في 10 واروح ارسمه على البلان. طيب ده بالنسبه للسلاب. الريدج بيم بقى، الريدج بيم هتبقى عباره عن احنا قلنا ان احنا ممكن ناخدها 250 في 400 على طول، والاونت بتاعها 4.2، والتسليح بتاعها 2 في 12 فوق و2 في 12 تحت. طيب احنا محتاجين ايه من الريدج بيم؟ قلنا محتاجين بس الرياكشن بتاعها اللي هروح اقلبه على البوست، فالرياكشن بيساوي الدبليو في السبيسنج. طيب الدبليو كان بيساوي ايه بتاعت الريدج بيم؟ الاون ويت بتاعها زائد الرياكشن شريحه البلاطه. طب رياكشن شريحه البلاطه مش هي بلاطه مايله؟ طب وقلنا برضو كالعاده بما ان البوست راسي فمفيش عندي اكسات، فالاكس اللي هنا هتبقى بتساوي زيرو، فعندي واي هنا وواي هنا، فهقول سيجما لود على الاثنين، هتطلع الواي اللي هي الرياكشن شريحه البلاطه على الواي بيم ب 16 ونص، ورياكشن شريحه البلاطه على الريدج بيم برضو تطلع ب 16 ونص. طيب يبقى الرياكشن شريحه البلاطه تلعب 16 ونص زود على الاون ويت طلع 20.7، واضربه في ايه في السبيسنج اللي هو 2 ونص، طلع خدت الار 1. يعني كده عرفت الار 1 بتاعه الريدج بيم. اروح بقى ايه احط اقلبها على البوست، فالبوست عندي احنا قلنا برضو ان احنا هناخده 250 في 250، والاون ويت بتاعه 3 ونص، واختار التسليح بتاعه 4 في 12 فوق 4 في 12، 2 في 12 فوق 2 في 12 تحت. طيب والاف اللي هي الفورس بتاعه البوست اللي هتتقلب على الواي بيم بتساوي ايه؟ بتساوي الاون ويت بتاع البوست زائد الرياكشن بتاع الريدج بيم اللي هي تبقى ايه ار 1. فالاون ويت 3 ونص ازوده على الار 1 تطلع 55.25. طيب بعد كده اروح للواي بيم. الواي بيم قلنا ان احنا بنحسب زي ما حسبناها 250 في 600. طب 250 بنختارها 600 اللي هي ايه؟ اللي هي البي اف تي في جاما سي في 1.4. طيب سوري قصدي الاون ويت، الاون ويت هو اللي بي اف تي في جاما سي في 1.4، بس التي بقى اللي هي 600 دي اللي هي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره سبيسنج على 12 وزودنا عليهم 150 مللي، ادتني في حدود 600. بعدين اروح احسب الاون ويت يطلع 5.3. بس الواي بيم بقى قلنا ان احنا محتاجين ان احنا نصممها بال 10 12 12 16 كونتينيوس بيم يعني. فبحط عليها ايه؟ ايه اللودز اللي على الواي بيم؟ الاون ويت بتاعها زائد رياكشن شريحه البلاطه اللي جاي عليها اللي هو 16 ونص، زائد الفورس بتاعت البوست، البوست لان هو كان عليها بوست واحد بس كانت 2 ونص هنا 2 ونص هنا، فالاف دي هنسيحها برضو حتى لو قلنا حتى لو هي واحد بوست واحد بس فاحنا ممكن نسيحه برضو على المسافه دي. طيب فهيطلع عندي ايه؟ كل ده هيطلع ب 43.6. طيب بعد كده انا محتاج من الواي بيم الار بتاعتها ليه؟ عشان اروح لسه هقلبها على الفريم. طيب فالار طبعا بتساوي دبليو في السبيسنج اللي هي كده ب 218، واروح بقى اصمم اخد سكشنين واصممهم، واحد يطلع 4 في 16 وواحد يطلع 3 في 16، والباقي بقى اخده 3 في 16 لانه كلهم قريبين من بعض. يعني بعد ال 109 بقى كده 90.8، الباقي بقى هاخده ايه زي ال 90.8. طيب خامس حاجه الاند بيم. الاند بيم عباره عن بي في تي في جاما سي في 1.4 اللي هي الاون ويت يطلع ب 3.5. طيب البي ب 250، التي ب 400. طب جت منين؟ سبيسنج على 12 بس من غير 150 خلي بالنا، فسبيسنج على 12 ادتني في حدود 400. طيب بعد كده اروح برضو اصمم الاند بيم لان ببتدي تصميمها، فهقول الاون ويت بتاعها اللي هو 3.5 زائد رياكشن شريحه البلاطه اللي جايه عليها. وخلي بالنا الاند بيم هنا عباره برضو عن فيرتيكال بيم، بس ليه فيرتيكال بيم بس؟ لان مفيش عندي لان البوست افق البوست قصدي راسي، فما دام البوست راسي مفيش عندي اكسات، ما دام مفيش اكسات معنى كان ان مفيش تاي، معنى ان مفيش تاي اذا مفيش هوريزونتال بيم، في بس فيرتيكال بيم عندي اللي هي للاند بيم. طيب بصممها واجيب الرياكشن بتاعها. طب ليه بجيب الرياكشن بتاع الاند بيم؟ لان انا لسه عندي مش انا عندي الفريم كده، الفريم ده عباره عن ايه؟ ريستد عليه الواي بيم في النص هنا، وفي الاخر عند العمود في اند بيم، والاخر عند العمود ده في اند بيم تانيه، فانا محتاج الرياكشن بتاع الاند بيم دي عشان اروح اقلبه على الفريم في الاخر هنا وهنا، واللي في النص دول كلهم هيبقوا ايه؟ دول هيبقوا الرياكشنات بتاعت الواي بيم بس. يعني عندي في النص كل واي بيم، وفي الاخر هنا والاخر هنا اند بيم واند بيم. فلما حسبتها طلع الدبليو عليها 20، في السبيسنج 5 هتديني 100، واروح بقى اصممها سيكشن سيكشنين، هيطلع واحد 3 في 16 وواحد 2 في 16. طيب بعد كده خلصنا، نروح بقى ايه نعمل ديزاين للفريم. طيب الفريم احنا قلنا ان احنا هناخده 350 في 1200 مللي. طيب هنحسب الاون ويت بتاعه يطلع 14.7. طيب زي ما قلنا بقى الفريم ايه اللودز اللي عليه؟ عليه 3 واي بيم في النص هنا
هيبقى كل واحدة منهم الرياكشن بتاعها زي ما جبناه فوق في الواي بي 218. طيب وعلى الأطراف بس هيكون عندي إن في إند بيم هنا وإند بيم هنا زي لسه إحنا لسه قايلين، وفي النص هنا في واي بيم واي بيم واي بيم، يعني هتبقى اللي هي هنا بالظبط، عندي هنا واي بيم وهنا واي بيم وهنا واي بيم، وفي الآخر في إند بيم، وفي الآخر هنا في إند بيم. فأنا هنا محتاج الرياكشن بتاع الواي بيم، وهنا وهنا، وهنا محتاج الرياكشن بتاع الإند بيم، وهنا محتاج الرياكشن بتاع الإند بيم بس. طيب فالرياكشن بتاع الاند بيم كان 100 والباقي كان 218، بعد كده في 100. طيب احنا ايه محتاجين؟ احنا محتاجين هنا بما انه هو فريم عادي فاحنا الاول هنسيح اللود ده. طب هو كان ايه اللود اللي على الفريم؟ هنقسمه بس نصين، هنحسب احنا عايزين هنا نحسب المومنت عند الجزء ده، تمام؟ فده فبما ان ده انديتيرمن ستراكشر فانا هحسبه بايه؟ المفروض بالمومنت ديستريبيوشن. بس انا عندي في المومنت ديستريبيوشن ممكن اعمل ايه؟ هقول فيكسد اند مومنت الكاميرا في ديستريبيوشن فاكتور العمود، اللي هو زي الطريقه اللي احنا بنعملها في الفريمات عادي خالص. طيب فانا بروح افصل بس بفصل العمود وافصل الفريم لوحدهم عشان اجيب الفيكسد اند مومنت. طيب الفيكسد اند مومنت هنا اجيب الاون ويت الاول بتاع الفريم اللي هو الاون ويت ده بلس هنسيح ال 218 في 3 على السبيسنج، يعني هنسيح الثلاثه لود دول على الكاميرا هيطلع كام؟ هيطلع 68 كيلو، واجيب الفيكسد اند مومنت. بعد كده بقى ايه؟ اروح احسب الاي كولوم والاي جي، يعني اللي هو الطريقه بتاعت الفريم، بان انا بس عايز اجيب للعمود للكاميرا، عايز اجيب لها الفيكسد اند مومنت جبناه اللي هو ده، وعايز اجيب الديستريبيوشن فاكتور بتاع العمود اللي هو هيطلع في الاخر 0.72. فانا جبت الديستريبيوشن فاكتور وجبت ايه فيكسد اند الكاميرا. فبعد كده يبقى انا كده بس يبقى انا هقدر احسب ايه الام اللي انا هصمم عليها، اللي هي الام اللي هتطلع هنا كده وهنا، اللي هي بتساوي فيكسد اند مومنت الكاميرا اللي هو 1450 في ديستريبيوشن فاكتور العمود اللي هي 0.72 هيديني 1044 اللي انا هقدر اصمم عليها هنا بس. والاكس برضو واقدر بقى كده اطلع الاكس اللي هي تطلع ب 208.8. طيب فانا يعني انا هحسب كده حسبنا الام اللي انا هصمم عليها هنا بس، وهنا اللود في النص طبعا هوصل من هنا لهنا واقول دبليو ال سكوير على 8 تطلع 1132. فانا هنا بان ده سيمتريك فممكن احسب ممكن احسب من هنا نص احسبه البندنج مومنت دياجرام، ونص احسبه للنورمال فورس دياجرام. طيب النورمال اللي هو ايه؟ اللي هو السيجما اللود على الاثنين طلع ب 544.6، وهنا هيطلع 208 اللي هو ايه؟ اللي هو الاكس. بس بعد كده اصمم سيكشنين، سيكشن هنا وسيكشن هنا. الاول هيطلع صمم بالسي 1 والجي بقى عادي خالص، هيطلع 1.7 × 25، واللي في النص هيطلع كام؟ 8 × 25. بس بعد كده اصمم العمود بتاع الفريم هيتصمم على ام وعلى بي اللي هي النورمال ومومنت. النورمال ب 544 والمومنت اللي هو كام؟ 1044. طيب هحسب له اللامدا ان واللامدا اوت. اللامدا ان هيطلع شورت كولوم، يعني كيس 1 1 3، وهنا 1 3 برضه. طيب نخلي بالنا بس ان انا ايه في الاتش هنا كانت 5 والاتش هنا كانت 3. طيب واحسب الدلتا، وبعد كده احسب الام اديشنال تطلع 18. طيب هصمم بقى على الام والبي، هصمم اقول بس هشوف هصمم على ايه بالظبط. هقول الاي يعني اشوف بيج اكسنتريستي ولا سمول اكسنتريستي، فهقول اي بتساوي ام على البي احسب طلعت ب 1.917. بعد كده هحسب الاي على التي هتطلع ب 1.6، اكبر من النص، اكبر من النص يعني كده معناها ايه؟ ان هي بيج اكسنتريستي. اذا هنا مش ايه لو هي كانت سمول اكسنتريستي يبقى هنصمم انتراكشن دايجرام، بيج اكسنتريستي يبقى هنصمم بطريقه الام اس اللي هي كانت ايه؟ بحسب حاجه اسمها اي اس اللي هي الاي اللي انا لسه جايبها، اجمع عليها التي على الاثنين اللي هو تخنت الفريم على الاثنين ناقص الكفر هيديني 2.417. بعد كده احسب الام اس اللي هي بي التيميت ليميت اللي هي ب 544 وشويه في الاي اس اللي انا جبتها، جبت 1316.3 كيلو نيوتن بالمتر في المتر، هي دي المومنت اللي انا هصمم عليه. بس فانا اصمم بقى على الام اللي طلعت دي اجيب منها السي 1 واجيب السي 1 بعد كده اجيب منها جي. بعد كده الـ AS بقى هتكون عبارة عن إيه في الحالة دي؟ هتكون عبارة عن M ultimate limit على الـ G في الـ field في الـ D، ما ننساش بس هنا ننقص منها الـ B ultimate limit على الـ F الـ F field على الجاما S. بس هيطلع التسليح بـ 2200 2680 هيطلع 7 في 22.
بس بعد كده اروح ارجع ارسم التسليح بتاعي بقى، يعني ارسمه هنا كده بالمنظر ده تسليح، او يعني احنا كنا راسمينه في الاول كده كده، لان احنا اوريدي عارفين المومنت اللي هيطلع يكون عامل ازاي بالظبط، لان ده 200 فريم. بس اروح بقى ايه، ارجع اكتب القيم بتاعته اللي انا لسه مطلعها من الديزاين بقى.